بلغ عدد المتقدمين 70,815، نجح منهم 38,223 بنسبة نجاح 53.98% مقارنة مع نسبة النجاح في العام الماضي التي كانت 52.14%. في الشهادة الثانوية الشرعية بلغ عدد المتقدمين 1333 طالبا وطالبة، نجح منهم 869 بنسبة نجاح 65.19% مقارنة ب 60.25% في الدورة الماضية. أما في الشهادة الثانوية المهنية فبلغ عدد المتقدمين 3797 بنسبة من نجح منهم 2672 بنسبة نجاح 70.37%، بينما كانت في العام الماضي 48.23%. بالشهادة الثانوية الصناعية المهنية بلغ عدد المتقدمين 15,755، نجح منهم 9,540 بنسبة نجاح 60.55%، بينما كانت في العام الماضي 41.72%. وأخيرا الشهادة الثانوية التجارية بلغ عدد المتقدمين 7,320، نجح منهم 3,879 بنسبة نجاح 52.22%، وكانت في الدورة الماضية في العام الماضي 39.58%. وأيضا نريد أن نهنئ الأوائل على مستوى سوريا الذين حققوا العلامة الكاملة في الشهادة العلمية، وهم 12 طالبا وأسماؤهم هي حمزة محمد رمضان من القنيطرة من مدرسة المتفوقين، رنيم مديان أبو درغم من السويداء من مدرسة باسل الأسد للمتفوقين الثانية، محمد نور محمود علوزي من حلب مدرسة زكي جمعة للبنين، محمد جودة محمد خير إبش من دمشق من ثانوية السعادة الخاصة، نغم مفيد سليمان من طرطوس ثانوية الشهيد إياد علي والسوف، علي محمد والنوس من اللاذقية ثانوية الشهيد الكميت إبراهيم بليدي للمتفوقين، هادي غالب عمران من اللاذقية من جبلة ثانوية الشهيد منذر حسن علي للمتفوقين، رند رامي أفندي من اللاذقية ثانوية الشهيد الكميت إبراهيم بليدي للمتفوقين، رهف ناصر فواخرجي من اللاذقية ثانوية الشهيد الكميت إبراهيم بليدي للمتفوقين، تيم محمد الخضر من الحسكة ثانوية الشهيد حنا عطلة للمتفوقين، بيان سامر بترا من حمص ثانوية رياض خزام، أيهم مديان عودة من حماة ثانوية الشهيد باسل الأسد للمتفوقين. أما في الفرع الأدبي فالأوائل على مستوى القطر أريش كفاح عباس من حمص، مجموع درجاتها 2717 من ثانوية فداء يوسف الخطيب، آية رضا العربيد من السويداء، مجموع علاماتها 2706 من ثانوية محمد فرحان أبو راس، هزار مفيد مندو من حمص، علاماتها 2702 من ثانوية عبد الوهاب الأسعد، مرام محمد ماهر شيحة من حلب، علاماتها 2687 من ثانوية يونس الراشد، روزا ليندا صالح بوزان من حمص، وعلاماتها 2681 من ثانوية الجولان للبنات. الأولى على الثانوية، الأول على الثانوية الشرعية الطالب محمد مصطفى العبد من محافظة دمشق ثانوية الشيخ بدر الدين الحسني، ونال 4484 درجة من المجموع العام الذي هو 4600. في الشهادة الثانوية المهنية النسوية حصلت الطالبة نور محمد سكيف من محافظة اللاذقية ثانوية الشهيد يونس حبيب سعيد على المرتبة الأولى، نالت 4175 درجة من المجموع العام 4500. بالثانوية المهنية الصناعية حصل الطالب كرم
معن علي من محافظة اللاذقية ثانوية الشهيد فاطر صديق الهاشمي مهنة صيانة الأجهزة الطبية على المرتبة الأولى بمجموع قدره 4481 من مجموع عام 4500 الأولى ونال 4465 درجة من 4600. لقد تم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلومات لجميع المحافظات ولبعض المدارس التي ترتبط مع الشبكة مباشرة موزعة في مناطق المحافظات. في الوقت نفسه تم نشرها على موقع الوزارة ويمكن الحصول على النتائج من هذا الموقع. بصدور نتائج الدورة الأولى نلاحظ أن هناك فروق واضحة في نوعية المتفوقين لهذا العام وزيادة ملحوظة في نسبة نجاح خريجي التعليم المهني، وهذا يدل على تطور العمل في التحضير والتهيئة لامتحانات الشهادات المهنية بما ينسجم مع خطط التطوير التربوي. لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتوجه بالشكر لجميع العاملين في وزارة التربية وخصوصا زملائي المدرسين والمعلمين وجميع الجهات التي ساعدت وزارة التربية في إنجاز الامتحانات، وأخص بالذكر السيد وزير الداخلية ورجال قوى الأمن الداخلي وأيضا السيد وزير الإدارة المحلية والسادة المحافظين والسيد وزير الاتصالات ووزارة الدفاع. وأخيرا أبارك لأبنائنا الطلبة وذويهم نجاحهم وأدعو من لم يحالفهم النجاح إلى المزيد من الجد والمثابرة، وشكرا لكم.